أنا جورجينا بهنا محبابة من فريق عمل آسي مينا. سنعمل على أن نجعلكم دائما على تواصل مع أخبار الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جيت مارون صحفية لبنانية جينا من لبنان على العراق من بلد الأرز اللي قال عنه البابا يوحنا بولس الثاني إنه أكثر من وطن بل هو رسالة. جينا نكفي نحمل رسالتنا عبر آسي مينا تنوصل البشرة حتى أطاس الأرض بقلوب مليانة بالفرح والشكران وفيض البركات. اسمي الياس الترك، أنا محرر آسي مينا لأخبار الفاتيكان وبشتغل بمكاتب EWTN بروما. مرحبا، اسمي مادونا عيواز، محررة آسي مينا من حلب سوريا. فكرت كتير قبل ما أصور هذا الفيديو عن رسالتي بوكالة آسي مينا، وقلت لو كان مار بطرس محلي اليوم شو كان رح يقول عن رسالتنا التبشيرية بالوكالة. ومن بعدها تذكرت أنه مار بطرس لما بشر بالمسيحية كان الروح القدس هو يلي عم يحكي فيه. وبعد مرور سنة على انطلاق وكالة آسي مينا وتواجدي بهي الوكالة، اكتشفت يوم بعد يوم اني قدرت احقق جزء من رسالتي كإنسانة مسيحية عن طريق هي الوكالة، وكانت عن طريق نقلي لأخبار مسيحيي الشرق الأوسط وبخاصة مسيحيي سوريا لحتى كل العالم يقدر يسمع عنهم من الأرض يلي مثل ما منقول انطلقت منا المسيحية للعالم أجمع. Hello, my name is Elizabeth Alva. I'm a recent graduate of Franciscan University and I am assisting here at Asi Mina as an English proofreader, so checking through articles and social media posts for grammatical accuracy and helping Asi Mina as they complete their first year in office. أنا سهيل لاوانت، أعمل على كتابة أخبار الكنيسة الكاثوليكية حول العالم ولا سيما في سوريا وبقية دول العالم العربي. Hi, my name is Maryam. As a member of Asimila team, we hope that we continue to provide a good news all over Middle East and North Africa. Hello, this is Rodi Sher, the interim editor in chief at Asimina. I'm talking to you from Erbil, Iraq. The past year was full of success and achievement for us, and we will try to be and always to be the voice of Christians from the East, from Middle East and Northern Africa. Thank you so much.